طبيب ابو زيد، شو رايك بالخدمه؟ والله يا اخي الخدمه يعني كلياتها بالنسبه معارضين على الخدمه، يعني انه طلعوا نترك حمص للنظام، بس هذا شيء يعني شيء انفرض علينا، انفرض علينا يعني الحلقه كل ما نعم تضيق، يعني لا ظل غذاء ولا ظل يعني ذخيره ولا ظل مثلا اي مقومات الحياه طبيا اغاثيا عسكريا، كله صار يعني عم يوصله، يعني نحن بنلجا لاي طريقه، يعني نحن اخذين قاعده بحمص انه نموت تحت الركام ولا نمسك بايد النظام، يعني النظام كل ما عم يضيق الحلقه علينا، لذلك لجانا للهدنه. بالنسبه للسبب الاساسي، يعني نحن كان في تحمل يعني طيله هالفتره، يعني عندك سنتين، بس صار في ضعف بالذخيره، صار في ضعف يعني مثلا بالمقومات الحياه، مما ادى يعني نطلب الهدنه. في تخاذل، صار في تخاذل مثلا من الجبهات المحيطه بالحلقه، يعني حمص المحاصره هي عباره عن حلقه محاطه من جميع الجهات، صار في تخاذل. هو يعني معروف القانون العسكري، ما الشغل ما بيصير من النواه، يصير من المحيط، فلا صار شغل ولا صار هذا، يعني كل هالاسباب اجتمعت واضطرتنا انه نلجا للهدنه. فهذا السبب يعني الائتلاف، المجلس، هيئه الاركان، كله هذا بيجتمع اسباب التخاذل، يعني هذا كله محطوط بصف التخاذل، يعني تخاذلوا معنا بالنسبه للسلاح، بالنسبه يعني بيقدروا يوصلوا ل بعيد عنا مثلا 3 كيلو 4 كيلو تنفتح جبهات، لا بدهم الجبهات تنفتح من جوا من البقعه، ما يعني لا عم يوصل، يعني شلون بدك تشتغل السكاكين ولا النظام عم يستخدم دبابات، عم يستخدم مدافع، عم يستخدم البراميل المتفجرة، عم يستخدم كل شيء، يعني شوي كله مقدمات قبل الكيماوي، ما حد كله متخاذل، اضطرينا انه نوصل للهدنة، يعني ما في غير هيك، إذا ما نساوي هدنة بنضطر يعني النظام نسلم حالنا للنظام، لا الأفضل نطلع نسلم حالنا للنظام بس الضمانات يطالعنا أحياء يعني على جبهة ثانية، وهذا اللي خلانا نلجأ للهدنة يا أخي. ماشي يا عبد الله.